تأسيس وموافقة على الشروط الموضوعية يودع ملف التصريح التأسيسي لدار المجلس الشعبي البلدي إذا كانت جمعية محلية بلدية أو إلى السيد الوالي إذا كانت جمعية ولائية أو إلى السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية إذا كانت جمعية وطنية. ويتضمن ملف التصريح التأسيسي بعض الوثائق نذكر منها طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية، محضر الجمعية العامة التأسيسية محضر من قبل محضر قضائي، وقائمة اسمية للأعضاء المؤسسين فيها وصف لحالتهم المدنية وظائفهم ومستواهم الدراسي وعناوين إقامتهم، كذلك بعض الوثائق الثبوتية بعنوان مقر الجمعية والقانون الأساسي مصادق عليه من طرف أعضاء الجمعية العامة. وبعد دراسة ملف هذه الجمعية ومطابقة أهدافها وموافقة المديريات المعنية والتحقيقات الإيجابية للمصالح الأمنية يمنح وصل التسجيل وتؤسس الجمعية قانونيا وتصبح لها شخصية معنوية. وبعد تأسيس الجمعية تكتسب بعض الحقوق ويكون لها واجبات، أهمها وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين وبأي تغيير في الهيئات التنفيذية وذلك خلال الشهر الموالي من اتخاذ هذا التغيير، كما أن هذه التغييرات لا يحتج بها إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني، كما أنه على الجمعيات إرسال إلى السلطات العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محاضر الاجتماع ونسخة من تقاريرها سواء الأدبية أو المالية وذلك خلال الشهر الموالي بعد المصادقة عليها. ونفس الشيء بالنسبة للتجديد، أما فيما يخص حضور المحضر القضائي فالقانون المشرع الجزائري كان صريح بوجوب حضور المحضر القضائي إلا في إنشاء الجمعيات أو تأسيس الجمعيات، أما في التجديد فهناك بعض التعليمات الوزارية التي استحسنت تقدير حضور أو مرافقة المحضر القضائي حتى لا يكون هناك تصادم بين أعضاء اللجنة والمكتب التنفيذي المسير لها. فتجدر الإشارة أن الجمعية الدينية لا تشبه الجمعيات الأخرى فهي تعني بإنجاز المساجد، لكن إنجازها للمساجد لا يعطيها الصلاحية في التحكم، لذلك من أجل ضبط وكذا مراقبة نشاط اللجان الدينية المسجدية كانت هناك عدة تعليمات وزارية في هذا الشأن، فهي تهدف إلى بناء المسجد أو خدمته فعملها خيري تضامني وليس بهدف تسيير المسجد أو تسيير نشاطه، لذلك وضعت عدة تركيبات تتمثل في أن يسير عمل لجنة دينية مكتب منتخب من أعضائه وأن يتجدد كل 3 سنوات أو كلما جد ما يشل نشاطه، وهذه الميزة اللي يتصف بها الجمعيات الدينية عن باقي الجمعيات الأخرى، حيث يحدد عمل المكتب التنفيذي للجمعية ب3 سنوات. ويمارس مكتب الجمعية الدينية المسجدية نشاطه تحت إشراف الإمام، كما يمسك إمام المسجد سجلا يدون فيه العلاقات مع مكتب اللجنة ويودع لديه وتسجل فيه ممتلكات المسجد، الهبات التي يقدمونها المحسنين لفائدة المسجد، الإعانات الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية، التبرعات التي تجمع داخل المسجد بترخيص إداري والزكاة المدفوعة لصالح المسجد. أما بالنسبة للجنة الدينية فيمسك أمين المال سجل المحاسبة يدون فيه جميع موارد اللجنة ويودع لديه وأن يكون مسؤولاً بالعلاقات مع رئيس مكتب الجمعية وتسجل فيه جميع النفقات ويختم حساب اللجنة في كل سنة ويصفي مواردها. في الأخير أجر إشارة أن عمل الإدارة أو السلطات المدنية يقتصر بعد المشاكل التي
تنجم من خلال صراعات داخل بعض اللجان إلى تجميد النشاط وليس حل اللجان الدينية. بالتالي حل اللجان الدينية يكون إلا يكون حل إرادي أو وفق قرار قضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.